ونوران كمان هتقول لنا على الوصفه الثانيه بتاعه البسكوت، بسكوت العشر دقائق. يعني انتم متخيلين في 10 دقائق بس ممكن ان احنا نعمل بسكوت. هو سهل جدا وانا شايفاه اقتصادي طبعا. طبعا. فهنحط بقى برضو الحاجات السايله، الزيت، الزيت والبيضه، وطبعا برضو الفانيليا. ايوه. وبعد كده بس استاذنك عايزه ويسك. اتفضل. يبقى ده المضرب اليدوي. تمام. وانا هزوق البسكوت. ده بقى هنلزقه بالمربى او مثلا بالشوكليت اللي هي السبريد. اوكي. و يبقى طبعا احنا عشان استعملنا المعيار اللي هو المعلقه، فطلع بالشكل الحلو ده وانا بدهنه كده. تمام. انا هحط بعد كده السكر على البيض والزيت وبرضه هخلطه. وطبعا حطيت الفانيليا. ايوه كده، يعني اعمله كده. وتبقى كده طالعه بره سنه، بحيث لما نحطها في السبرينكلز او السبارماسيل ده تلزق فيه وتعمل الشكل اللي هو اللذيذ ده. جميل جدا. يعني انا ممكن اعمل كده كده كده. الله، اما سهله ولذيذه جدا. لعبه حلوه قوي لولادي. قوي لا ده الولاد ايه، انا اللي هلعب اللعبه دي. بصوا الشكل بقى حلو ازاي، حقيقي شكله حلو قوي. لا برافو عليكي، فكره هايله هايله هايله. بعد كده انا هحط بقى الدقيق. طبعا احنا ممكن نزوقه باي حاجه احنا عايزينها، لو مثلا متوفر عندنا مربى ممكن نحط المربى، لو عندك مثلا جوز هند، عندك اي حاجه ممكن. الحاجات دي كلها بتنفع للتزيين. وانا اكتر حاجه ما بحبهاش هي جوز الهند، ودايما بقولها لان معظم الناس بتحبها. هو جوز الهند في ناس بتحبه، وفي ناس برضو انا ما احبوش ابدا. بس طيب خليني اقول برضو للساده المشاهدين سريعا كده ايه المقادير بتاعه بسكوت العشر دقائق. بسكوت العشر دقائق ده هو عباره عن كوبايه ونص دقيق، بيضه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر ناعم، واحد معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره كاكاو خام، معلقه صغيره لبن حليب، وبس. يعني كلها مكونات بسيطة جدا وكلها متوفرة عندنا في كل بيت، يعني مش محتاجين ان احنا نشتري من بره. ففعلا فعلا يعني لما بقول لكم ان لقمتنا حلوة ولمتنا احلى وكل ده باقل التكاليف، هي دي الحقيقة. يعني زي ما انتم شايفين كلها حاجات بسيطة جدا جدا جدا، وينفع كلنا نتلم عليها، نتجمع كلنا في المطبخ احنا وقرايبنا واطفالنا، ونبتدي نشتغل فرصة ان احنا كلنا متجمعين مع بعض. نوع عايزه اجيب بس بوله اتفضلي اقسم فيها العجينه بعد اذنك. انا كده حطيت كمان الدقيق والبيكنج باودر وكده، هقسم بقى العجينه دي نصين عشان اعمل نص بالشوكليت ونص سادة. انا مبسوطه بقى باللي انا بعمله، خليكي انت في اللي انت بتعمليه. انا بعمله انا عايزه بس برضو معلقه صغننه. اتفضلي. عايزه بس اقول لكم سوري على المثل اللي انا افتكرته ده بمناسبه الاعياد. بعد العيد ما يتفتلش الكحك. بعد العيد ما يتفتلش الكحك. المثل ده اشاره ان الامور لازم تبقى في مواعيدها، وان اي امر يتم بعد ميعاده ملوش اي اهميه. عشان كده احنا مهم جدا جدا ان احنا نفتل البسكوت. يعني انا بس حبيت كده ايه اعيد عليكم واقول لكم على المثل اللذيذ ده، لانه فعلا الامثله دي كلها بحس يا نوران، معرفش انت موافقاني ولا لا. طبعا. بس بحس انها فعلا صح في كل حاجه بيقولوها. يعني لا هي فعلا صح. يعني انا بحب الامثله دي جدا جدا. انا كمان فعلا صح. احنا بس عايزين بقى الصينيه اللي هندخلها نحط بقى فيها البسكوت اللي هو ال 10 دقايق. لك حالا. تسلمي. طبعا اللي زي حالاتي يعني بيبقى خايف ان البسكوت يلزق او حاجه، ممكن يحط ورق زبده، ممكن يدهن الصينيه شويه زبده برضو، او ممكن او اي معلقه، المعلقه المعياريه دي لسه مش. تسلمي. ومعانا رحاب. يا رحاب كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. عامله ايه؟ الحمد لله. عملتي الكحك ولا لسه؟ عملته. وطلع حلو؟ طب والله برافو عليكي، شاطره. عملتيه حشيتي حاجه ولا عملتي كحك ساده؟ لا عملت كحك محشي سوداني. الله عليكي، اكيد طعمه خطير. ايه؟ اكيد طعمه حلو قوي. انت منين يا رحاب؟ انا من اسوان. احسن ناس. انت عارفه كان معانا حلقه اسوانيه امبارح وعملنا الويكه. تسلمي تسلمي، انا بحب البرنامج جدا. طب حابه تسالي نوران اي سؤال؟
كنت عايزه اعرف طريقه الكثير اللي هو البسكوت اللي احنا عملناه من شويه، صح؟ ايه طريقه عمل بسكوت اللانكشاير اللي احنا عملناه شويه من شويه؟ الصغير ده. حاضر، نوران هتقول لك حالا. تمام. هو زي ما احنا قلنا هنحط الزبده نضربها كويس لحد ما تفتح، وبعد كده نحط لها السكر بودره ونضربه برده شويه كويسين لحد ما يبقى كريمي كده، وبعدين نحط البيضه والفانيليا ونضربهم كويس، بعدين نحط بقى المواد الجافه كلها على بعض، الدقيق والنشا، نخلطهم ببعض ونحطهم عليه، وممكن نعجنه بايدينا لو حاسه ان انت مش عارفه، يعني يبقى افضل لما تحسي بالعجينه اكتر بس. وبعد كده بنشكله على قد مثلا معلقه صغيره عشان يبقوا الكور كلها قد بعض، وبنحطه في الفرن لمده يعني على اقل حاجه يعني يعني اكتر حاجه 10 دقائق 11 دقيقه يعني كده، وبعد كده لمده 10 دقائق على في فرن 160 درجه حراره بس، وبيطلع زي الفل تحفه. وبصي انا بزوق زي نوها بتعمل الحاجات، كنت عايزه اوريكي نوها البسكوت اهو ال 10 دقائق عملت ال ده انت اقل من 10 دقائق اهو. بصي بقى خدت. انا عايزه بس اقول لكم على فكره لذيذه قوي نوران بتعملها دلوقتي. هي استغلت غطا ازازه، غطا عادي جدا، وبتعمل بيه بتزين بيه شكل البسكوت زي ما احنا شايفينه قدامنا. ممكن بالشوكه لو حابه برضو بيعمل يعني ممكن كده بنعمل ممكن بالشوكه او بغطا ازاز عندك، وممكن نسيبه كده او ممكن نحطه في سكر يديله لفه كده في السكر يدي شكل بعد ما يطلع من الفرن برضه. فكره حلوه جدا. في بقى جداً اخر فكره جداً. كمان ممكن نعمله ميكس شوكليت على وايت، هنعمل الكور صغننه كده مثلا اربع كور، اثنين شوكليت واثنين وايت يعني كده مثلا. فكره هايله. وهوريكي بقى هيبقى شكله لذيذ برضه كده، عامل زي الماربل ستايل، زي الرخامية، زي كيكه رخاميه كده، او الكيكه الرخاميه دي لذيذ. بتبقى طعمها كمان خطير جدا. طب احنا معانا تليفون. تليفون ده ليكي انت مخصوص على فكره، انت واكله مني الجو النهارده. هو ايه الحكايه النهارده؟ تليفون ليكي مخصوص، مش هقول لك مين وهسيبك انت اللي تعرفي. مساء الفل. لا صباح الفل، كل سنه وانت طيب. الو الو، هنشوف هتعرفك ولا لا. انا ايوه بابا تقريبا. بابا ايه نوران؟ ايوه. ايه الحاجات الحلوه دي والله؟ ربنا يخليك يا حبيب قلبي والله. شفت بقى نوران طلعت شاطره ازاي؟ والله. والله طلعت شاطره، ما هي بنتي بقى. لا انا عايز اقول للبرنامج ان في نوران بتعمل كمان حاجات، بس هي مش عايزه تقول حاجات زي البنانا باي وبتاع، دي حاجه خطيره جدا دايما بنطلبها منها يعني. ايوه حل. صح، دايما صحابي يقولوا يعني في الاخر هي شاطره يعني، تسيب المقادير بتاعتها وكده يعني. صحيح. وانا فخور بيكي. ربنا يخليكي. وكل سنه وانتم طيبين. ربي يخليكي يا حبيبي، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. ده انا بصي هقبض عليكي خلاص. لا انا في حاجه انا عايزه اوريكي تاني الفقره اللي فاتت. بعمل كده. نوران عملت ايه؟ عملت حطت الدقيق العجينه سوري بانواعها. اللي هي العجينه البيضه الفانيليا يعني، عملت كورتين كده وكورتين كده، بعدين بقى ايه بقى يعني بعمل لهم ميكسنج مع بعض كده، يبقى الشكل كده اهو، يبقى عامل زي البسكوت اللي بيتباع جاهز وكده. واحنا كمان البسكوت اللي عملناه برضو جهز، يعني ما اخدش مننا وقت خالص خالص خالص. ومعانا نور. يا نور. ايوه يا نور، كل سنه وانت طيبه. الو وانت طيبه. ايوه ميس نوران. ميس نوران وانت طيبه. حابه تسالي نوران اي سؤال؟ عايزه اسال حضرتك على طريقه البيتزا. عايزه تعرف نور، عايزه تعرف طريقه البيتزا. البيتزا. نور انت نور مي اسي نور دي ستودنت عندي تقريبا، بتقولي ميس نوران فمش مش عارفه تاني. طيب هقول لك على الوصفه يا حبيبتي. حاضر. طيب. احنا بنعمل يعني اقول. طب استني ثانيه واحده ناخد امال. يا امال، امال كل سنه وانت طيبه. يا امال اهلا بيكي. وانت طيبه. حابه تسالي نوران اي سؤال لان احنا خلاص وقتنا بيخلص. وانت طيبه. حابه تسالي سؤال؟ لا انا بحبكم بس. واحنا بنحبك اكتر، بنشكرك جدا على مداخلتك دي، وزي ما انتوا شفتوا اهو ده الشكل النهائي للبسكوت. تمام. وتسلم ايديكي يا نوران بجد بجد.